مزيد من التفاصيل والتحليل أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة. أرحب بك معنا دكتور أحمد على شاشة دي أم سي. بطبع قطاع الحصلات الزراعية واحد من أهم القطاعات التي يعول عليها الاقتصاد المصري في تحقيق مبدأ التنمية المستدامة، كيف يتحقق ذلك والدور الكبير الذي لعبته الدولة المصرية بكافة جهاتها المعنية لتحقيق هذه الأرقام التي تحدثنا عنها؟ أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. طبعا زي ما حضرتك بتقولي، الصادرات الزراعية هتمثل محور استراتيجي هام جدا للتنمية المستدامة ولإدخال العملة الصعبة إلى داخل البلاد. طبعا هي عامل مؤثر ومباشر في الاقتصاد القومي، ولذلك ومن اجل يعني هذه الاهميه نلاقي دايما توجيهات القياده السياسيه وعلى راسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما بيؤكد على الاهتمام بالصادرات وخاصه الصادرات الزراعيه لضمان تحسن الاقتصاد القومي باستمرار ودخول عمله صعبه. الصادرات الزراعيه من ضمن اهم يعني العوائد بتاعتها، مش بس ان هي بتساعد في الاقتصاد القومي ودخول عمله صعبه، وانما هي بتشجع المزارع المصري والفلاح على زياده الانتاج والاستمرار في الزراعه والاستمرار في الانتاج، وده بينعكس بالايجاب على السوق المحلي وعلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات بالطبع. الزراعيه إذن بتاعتنا. دكتور أحمد، يعني ما هي مراحل متابعة الجودة والمعايير التي تمر بها المحاصيل الزراعية من مرحلة الزراعة حتى التصدير، وكيف تعملون على زيادة الجودة والإنتاجية لفتح المزيد والمزيد من الأسواق؟ طبعا احنا الحجر الزراعي بيقوم بفحص كل المنتجات الزراعيه، بيقوم بالرقابه عليها، وبيقوم بتنفيذ اشتراطات الصحه النباتيه واشتراطات الدول المستورده والمعايير الدوليه للصحه النباتيه لضمان خلو المنتجات ومن اي افات، وضمان ان المنتجات تكون مطابقه للمواصفات العالميه والمعايير الدوليه. وطبعا كل ما الرقابه بتاعه الحجر الزراعي على الصادرات الزراعيه بتزيد، كل ما ده بينعكس بالايجاب مباشره على سمعه الصادرات الزراعيه على المستوى العالمي. المحور الثاني اللي هو حضرتك تفصيل اللي هو فتح الاسواق، طبعا الحجر الزراعي هو الجهه المسؤوله عن فتح الاسواق الجديده للحصلات الزراعيه الصادقه، وبالتالي احنا خلال ال5 سنين الاخيره احنا فتحنا حمايات من 70 سوق جديد مختلف لحوالي اكثر من 30 دوله جديده، وطبعا ده بينعكس بالايجاب بطريقه مباشره على كميه الصادرات، وبالتالي بنلاقي الارقام اللي احنا عاملين نسمعها دلوقتي ان احنا عندنا زياده في الصادرات، عندنا ارتفاع في الحصيله، كل ده بانعكاس مباشر لاحكام الرقابه وزياده سمعه الصادرات بالاضافه الى فتح اسواق جديده. أشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، شكرا جزيلا لك.